بسألك بقى على جزئية ليها علاقة بتفكير عبد المنصف، ناوي تكمل لحد امتى؟ حاطط رينج لحد امتى؟ 47 زي الحضري 47 ختم، هو الحضري اعتزل اصلا ولا لا؟ لحد دلوقتي لا ما اعتزلش، خد بالك انا خايف يرجع في اي وقت. لما حد بيساله يقول لك انا ما اعتزلتش. لا ما طالما ما عملش ماتش اعتزال يبقى ما اعتزلش. لا لا هو عملش ماتش، ما عملش ماتش وملمش القرشينات يبقى ما اعتزلش. والله ما اعرفش، انت بتاخد الحاجات من على لساني برضه زي ما انت عملت معايا. هو عصام المشكله مش موضوع عصام ان هو يعني عاوز يعمل اعتزال، ان هو ياخد بقى يعني الشنطه بقى في الاخر الكراسه الصفراء. فهو لسه ما اعتزلش بشكل رسمي، غير ان هو خلاص يعني قرر السنه اللي فاتت ان هو كان خلاص تعاقده مع يرتاح دي. هو قرر يرتاح يرجع امتى بقى هو حر. واعتقد ان كان في كلام الفتره اللي فاتت ان هو كان هيمسك المنتخب، وده حقيقي ان هو فعلا كان مرشح بقوه للمنتخب. عارف ده المهندس هاني بريده كان مخلص كل حاجه، ده اكيد، بس اعتقد ان في مصلحته ان ده ما حصلش. ليه؟ لان الفتره الاخيره ابتدى ان ياخد كورسات، وابتدى ان ياخد دورات تدريبيه بره، فدي هتساعده بشكل كبير جدا ان ما يطلعش من هنا يخش على طول يمرن، او على الاقل لما يمرن المنتخب دي حاجه كبيره. فلازم يبقى دارس كويس. صحيح. انا الموضوع معايا يا ابراهيم مش موضوع ارقام قياسيه، لان انا ما بفكرش في كده. انا ممكن اجي احقق ارقام قياسيه بس اضيع كل اللي انا عملته. ان في الاخر تلاقي ما بتلعبش، تلاقي ان انت مستواك في النازل، تلاقي ان انت مش قادر تادي، تلاقي ان انت نظره الناس ليك بقى يا عم خلاص ما تبطل بقى كفايه وكده. لا، انت طالما وانا قلتها قبل كده ان هنا بيجي لك اشاره ان انت تقدر وتقدر تعمل الحركه دي، تقدر تعمل الرد الفعل ده، تقدر تبقى في تركيز ال 90 دقيقه، ان انت الاشاره بتيجي من مخك لجسمك بينفذ. لو انت اديته اشارات وهو ما بينفذش فخلاص انت كده مش هتقدر تكمل.